الفرق ما بين لا 2D ولا 3D ساهل. ملي كتمشي للسينما كتفرج اون 2D، ملي كتمشي للمسرح اون 3D. وسير المسرح. موضوع البرنامج ديالنا اليوم غادي يدخلنا لعالم ديال التكنولوجيا، وهذه التكنولوجيا اللي دخلت الاسواق المغربيه. اليوم غادي نتكلموا على التلفزيون ثلاثي الابعاد اون 3D. اختارنا نتكلموا على التكنولوجيا لان دخلت الاسواق ديالنا، ولا مشينا نشوفوا الاسواق ديالنا التلفازه ثلاثي الابعاد كنلقاو الناس كثار كيشوفوها وباغين يشريوها وكيشريوها. اذا حنا غنتكلموا عليها، ولكن قبل ما نتكلموا على لا 3D نتكلموا على لا 2D اللي كنتفرجوا فيها دابا. وكنشكركم كتشوفوا البرنامج استهلك بلا ما تهلك اون 2D. اذا نشرحوا لا 2D وندوزوا 3D. اذا نبداو ونتعرفوا على ثنائي او مزدوج الابعاد لا 2D اللي كتشوفوا فيها دابا البرنامج. كنشكركم مره اخرى. اذا هنا غناخذوا واحد الصندوق. هاد الصندوق هنايا ملي كنشوفو كاين خط عمودي وخط افقي، ويمكن لنا نشوفو الصندوق اللي خديناه كمثال. دابا هاد الصندوق هذا غادي نشوفوه بطريقه واحده اخرى اللي هي ثلاثي الابعاد 3D. يعني كاين الخط العمودي والافقي، ولكن زادتنا العمق لا بروفوندور. هذه هي اهم حاجه بالنسبه لا 3D. شفنا هاد التقنيه، شفنا التكنولوجيا، شفنا النظريه ديالها والقاعده ديالها. ندوزو دابا للتطبيق تيوري، ندوزو لا براتيك. خاص ولا بدا باش نشوف فيلم او اي حاجه بثلاثي الابعاد 3D خاصها تكون مصوره بهذه التقنيه. وهذه التقنيه خاصنا كاميرا اللي فيها جوج ديال العدسات، والعدسات بجوج فيهم واحد الفرق من 90 ب 6 سنتيمتر فاصل 4. الا قارنا مع العين ديالنا ولا العينين ديالنا، المومو اليمني والمومو اليسري، الفرق ما بيناتهم 6 سنتيمتر فاصل 4 بحال الكاميرا ديال لا 3D. اذا جوج ديال العدسات وكيصوروا حاجه واحده. وهكذا الى قارنا بعينينا كنعرفوا بان ملي كنشوفوا الحاجه كنشوفوها وكنشوفوا العمق ديالها. نفس الشيء بالنسبه للكاميرا 3D، كتصور الحاجه وكتشوف العمق ديالها. غادي تسولوني شفنا ناس في الاسواق كيشوفوا التلفزيون اون 3D ولكن دايرين مضادر. متفق معكم، غنتكلموا دائما على التكنولوجيا ديال لا 3D والعلاقات الجايه. ما نساوش نقولوا إلا بغينا نشوفوا التلفازه برامج اون 3D خاصها تكون مصوره اون 3D. ايوا هادشي كله اللي قلناه راه غير باش تستهلك اون 2D وبلا ما تستهلك اون 3D.